يعني بور دير هادو كامل هاد الملاحظات اوني با يعني ما اوني با سكون دي اوني با لا بروميير كونتراديكسيون كيما يعني شاك فوا انا كي نتكلم معاك عندي دائما نفس العباره نفس الجمله نعاودها لك. هاد الاشخاص يعيشون في عالم اخر, لا هما هم محال هما عايشين معنا, لا اظن انهم يعيشون معنا ويتكلمون يعني بهذا يعطيو هذه المعلومات عبر وسائل التلفزيون ناسيونال وسائل الاعلام ويعطيو واحد المعلومات ربما من بلد اخر, ربما هذه المعلومات يجيبوا فيها من بلد اخر لان ماذا يقولون لا ينطبق على حقيقه الجزائري ولا ينطبق على الواقع الجزائري والحياه اليوميه للجزائري. تعطيني المثال تاع الطفيله هذيك تاع 14 سنه نظن في ولايه عنابه, يعني امام الـ امام الـ امام القاضي في عمرها 14 سنه اللي تحريض على التجمهر, وشكون راح يتبع طفله تاع 14 سنه اللي تحرض على التجمهر؟ يعني قولوا المنطق هنا يا وقضيه فتحي غراس اللي الاسبوع المحاكمه الماضيه نتاعو مالغري في المحاكمه الاولى, باسكو المحاكمه الماضيه كانت الثانيه, في المحاكمه الاولى القاضي امر بالاحضاره الى المحكمه ليحاكم يعني حضوريا, ومشات القضيه بهذه الطريقه, وكنا كامل ننتظروا باللي في المحاكمه تاع المره اللي عدات فتحي الراس سوف ياتي واللي المحاكمه جسديا, وفي اخر دقيقه قال لك لا فينالمون لو باركي ريفوزي, يعني القاضي يعطي امر لاحضار المسجون ولو باركي يقول للقاضي لا ما نجيبش المسجون. القضيه ما كانش ماشي كيما يعني هذاك المبرر تاع كورونا وماشي كورونا وهذا أهم شيء في النقطة هذه أن القاضي أعطى أمرا إلى الباركي يعني السيرفيس تاع وكيل الجمهورية أنهم يحضروا المسجون, ومشات القضية في هذا الطريق. ومن بعد الأسبوع تاع المقاضاة السيرفيس تاع وكيل الجمهورية يقول لك رفضوا ما جابوش, يعني القاضي ما داروش عليه بمعنى اخر. وايضا يعني ها شفنا ثاني لو ديرني هذاك لو ديرني كلاسمون تاع مرتبه الجزائر في يعني في موضوع حريه الانسان حقوق الانسان 154 من 165 دوله في العالم. ترتيب الجزائر في منصه حقوق الانسان 154 على 165 دوله في العالم, يعني احنا ويبقى ورانا 11 برك, وفي 11 دوله هذه اللي يبقى ورانا هي الدول اللي يذبحوا فيها الناس ويقتلوا فيها الناس ويحرقوا فيها لكن الناس. لكن ابو زيد يعني الازهري طبعا قال انهم التقارير الدوليه رغم ذلك لم تتحدث عن القتل خارج القانون عن المختطفين وغيرها. وي الازهري فرونشمون يعني على نقطه برك واحد لا نيمتي انيكدوت الازهري هذاك التصريح اللي داروا اللي قال لا يوجد يعني انتهاكات لحقوق الانسان في الجزائر واللي عنده براهين يجيبهم لنا, الازهري دار هذاك التصريح من فندق الاوراسي في حفل, ماشي حفل يعني لقاء في فندق الاوراسي. انا لا اظن ان حقوق الذي يبحث على انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر يبحث عليها في حقوق في فندق الاوراسي. سو ني با ا لوتيل اوراسي كون فا تروفي لي ديباسمون كونتر لي دووا دو لوم اون الجيري. ما بين وما بين سجن الحراش يوجد 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر فول دوازو, يعني يستطيع ان يتنقل لسجن الحراش ويشوف حقوق الانسان, ماشي من فندق الاوراسي يقول لك لا توجد انتهاكات. انا متاكد ان داخل فندق الاوراسي لا توجد انتهاكات لحقوق الانسان. بالمناسبه نعم. انت عبد الكريم صغيناش كنت في السجن قبل اشهر عندما كان بوزيد الازهري وكنتم تجبرون كما كنت تقول على متابعه التلفزيون الرسمي. بوزيد الازهري يبث التلفزيون يقول بانه ليس لدينا سجناء راي. الان في هذه المناسبه يقول لدينا يثمن اطلاق سراح تبوي 15000 ويقول بلي بينهم سجناء راي, واعطى رقم خيالي. هو تكلم مانيش غلط على 1800 ولا 1200 حاجه كيما هو قال يثمن اطلاق تبون صراحه 18000 18000 من بينهم سجناء سياسيين. اللافت انه حتى الاعلام التابع للسلطه بعض الصحف
نقلت ما قاله بوزيد الزهري على اعتبار أنه قال 15,000 سجين سياسي. لا، هو قال من أطلق سراحهم تبون، مجموعهم 18,000 بينهم سجناء سياسيين، مع أنه كان لا يعترف بوجود سجناء سياسيين ولا كان لا يعترف بتاتا بوجود سجناء سياسيين ولا سجناء رأي داخل في الجزائر. هذا اعتراف رسمي يعني المسؤول الأوفيسيال على حقوق الإنسان في الجزائر أنه يوجد التناقضات. كما قلت صديقي، التناقضات يعني ما ناش في تناقض أول ولا تناقض ثاني. وزير العدل يقول لك إلا جاحدا. أنا الكلمة هذه كنت ما نعرفهاش، والله وربي والله ما كنت نعرفها الكلمة. كما سمعته رحت فتشت في القاموس على معنى الكلمة، ما كنتش نعرف الكلمة هذه. أنا جاحد لي ينكر تطور الجزائر في حقوق الإنسان، تطور الجزائر في احترام حقوق الإنسان. وإحنا عندنا هذا الأسبوع الماضي فقط بغض النظر على الترتيب اللي خرج، لا أقل على 11 منظمة دولية لدارت بيان، 11 منظمة دولية لدارت بيان لتنديد بالحالة اللي وصلت فيها حقوق الإنسان إلى الجزائر. ومن نقول حقوق الإنسان اون جينيرال، الحقوق السياسية والمدنية. ولكن هذه ليست إلا مؤامرات بوزيد الزهارية وتبون نفسه كان يقول له شوفوا الجزائر خرج فلان ودخل فلان، وأنه لا يرون من إنجازات في الجزائر، يريدون تقديم الجزائر كانها كوريا الشمالية بينما يقدمون المغرب مثلا كارت بوستال. هذه ليست إلا دسائس ومؤامرات. هذا الديسكور هذا اسمه هذا المؤامرات ودسائس، يعني هذه مش من البارح، يعني درك مش كان جزائري يبقى يدهش من هذا الكلام. دسائس هذه راهي مسكين استقلال من استقلالنا، وحنا ناس يحبوا يديروا لنا الشر، يحبين لنا الشر. العلاقات الدوليه ليست علاقات اصدقاء، العلاقات الدوليه ليست علاقات عائلات. هذا شيء طبيعي في العلاقات الدوليه. العلاقات الدوليه راك لو برينسيپ سي لي زانتيغي، راكبه على المصالح. لا توجد دوله لا تجد فيك مصلحه وتتعامل معك، هذا ليس تآمر. الدول لا تتآمر علينا، الدول تبحث عن مصلحتها عندنا، وهذا شيء طبيعي. وعلينا نحن أيضا كدولة أن نبحث عن مصلحتنا في الدول عند الدول الأخرى. دونك هذا اللي احنا خارج عندهم لوغ ديسكور خارج من المنطق. كل خطر فرنسا والإمارات وهذه الدول تحترم نفسها وتفتش على مصالحها ومصالح شعبها، وهذا شيء عادي. علينا نحن أيضا أن نفعل نفس الشيء، أن نبحث عن مصالحنا ومصالح دولتنا وشعبنا. طيب، بلا ما ندخلوا في هذه الهضرات أيادي خارجية وأيادي داخلية. يعني كما قلت التناقضات لا 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 عجيبة، تناقضات وعلى حقوق. يعني نقدر نمد لك مثال صديقي إذا كان تسمح لي تعطيني نحكي لك على واحد الشخص في السجن اللي هي الصورة تاعو هذا ورايا، الهادي العسولي. يعني أنا نعتبره كمثال لاختراق حقوق الإنسان في الجزائر، لأنه إنسان كما نقولوا بريميرمون أبوليتيك، إنسان ما عنده أي انتساب سياسي، إنسان دخل في جمعية لمساعدة مساجين الرأي. هو إنسان فلاح، وأنا تنقلت إلى المزرعة تاعو وشفتها بعيني. يعني إنسان لا يحتاج أن يعطوه اسمه، يعطوه الدراهم من الخارج ولا يعطوه. إنسان لا يحتاج هذا النوع من الأشياء. عنده إن باتري دو لابان، تربية لابان قنون. نعم، تربية الأرانب. يعني تربية الأرانب الله يبارك. وقلت أنا تلقيت شخصيا إلى منزله وتكلمت مع زوجته، سبب حبيت نفيري في بعيني الهضرة هذه أنا. يا الله يبارك، يعني إنسان لا بأس به، يعني لا يحتاج أن يبعثوا له الدراهم من الخارج والله حوايج كيما هكا. هذا الإنسان الهادي العسولي أنا نعتبره مثال تكسير القاعدة السوسيتي سيفيل، قاعدة المجتمع المدني. هذا الإنسان يعتبر هو همزة وصل ما بين المجتمع المدني وما بين ما أستطيع أن أسميها الطبقة السياسية المعارضة حقيقة. إنسان الهادي العسولي بإدخاله السجن، النظام استطاع أن يكسر همزة الوصل ما بين عمل المجتمع المدني الحقيقي، لأن النظام دائما يريد أن يحتم علينا
مجتمع مدني زائف، مجتمع مدني هو اللي خلقه. لا يريد أن يتنظم المجتمع المدني في الجزائر، المجتمع المدني لا سوسيتي سيفيل دو باز، يستحيل أن يكون نشاط سياسي عادي في وطن ليس فيه مجتمع مدني منظم، والنظام يعلم هذا جيدا. فيتهجم على الناس اللي يقدروا يكونوا دي غولي اونت لا سوسيتي سيفيل اي لا سفير بوليتيك ميليتونت. هذا السيد هادي العسولي كذلك كان له نشاط خيري في اثناء ازمه كورونا كذلك. نعم نعم نعم، الهادي انسان معروف في الساحه الجمعويه، وعنده اصدقاء بزاف هنا في يعني عنده اصدقاء بزاف في العاصمه وغير وغير العاصمه، ومعروف بالانسان طيب، معروف بالانسان فنقول لك يعني انسان هيومانيست. طبعا هو وحالات اخرى الذين تبعوا بسبب مساعدات عائلات محتاجه من عائلات المعتقلين الحرام، ابنة الشهيد وابنة واحد قادة الثورة في منطقة السيدة بريكسي التي لما سئلت من قبل القاضي قالت له أنه لما كانت طفلة لولا مساعدة العائلات الجزائرية والجزائريين لبعضهم لما درست هي. نعم نعم، وهاد الناس لقاو روحهم في واحد لي سيتوياسيون، لقاو روحهم في واحد التهم متعلقه بالارهاب ومتعلقه بجمع الاموال ومتعلقه بواحد القضايا عجيبه يعني شيء عظيم. وبعد يجي الشيخ الزهري من هيه يقول لك لا توجد عطونا براهين على احتراق. طبعا انا لو سمحت عبد الكريم زغيله